تاني، واكد فيه الدكتور اشرف حاتم امين المجلس الاعلى للجامعات ان لجنه تطوير التعليم المفتوح انهت اجتماعاتها الخاصه بتطوير نظام التعليم المفتوح. واضاف حاتم ان قطاعات الحقوق والاعلام والزراعه والتربيه الرياضيه رفضت استمرار النظام في صورته الحاليه، واوصت بوقف قبول الطلاب نهائيا به واستبداله ببرامج تدريب مهنيه بتتراوح ما بين 9 ل 12 شهر، وبيحصل الملتحق بها على شهاده مهنيه غير معادله للدرجات الجامعيه.